افتكر مش هشتغل كتير لغاية ما تتصل. النهاردة هو يوم حزين، ننعي ونكرم فيه الأبطال اللي فقدناهم زي جيفرسون ديفيز، لكن النهاردة هو يوم للوعي، مستحيل يحصل تاني، ودي النهاية. في ناس بتقول أنا بحمل كل حاجة لسبايدر مان، بس أنا ما بلوموش على التفكير. مسؤولية التصرف الجبان ده بالكامل ترجع على اللي نفذه، لكن لو عاوزين نحافظ على نيويورك لازم ما نعديش خروج سبايدر مان عن القانون ولا مع غيره. دي مدينتنا. احنا واكيد هنقدر نرجعها تاني. المعتدون يهاجمون سيارة مدرعة. هناك حدث جاري في القرية الغربية. ضرب نار. هاي ام جي، اشتريت حاجات من السوبر ماركت، مش قادرة استنى واعرف هتطبخ ايه. انا جاي لك دلوقتي، استعدي للاندهاش.
بيتر، انت مش هتصدق اللي حصل. عارف العنوان اللي اديتهولي؟ رحته. ام جي، انا عارفة، بس استنى. هو ايه ده؟ اسمع بس. هو ده العنوان اللي لقى بيت كل الرجالة معاهم سلاح. هو ايه المكان ده؟ المكتب ده احتمال يكون في حاجة توصلنا ليه. لازم ارجع له. كان ايه ده؟ مين المغفل اللي ما شالش زبالته؟ اكيد حفلة. انا كنت هضرب فار. لازم ابعد ده عن طريقي. مارتن لي بيدفع للزعيم فعلا؟ ايوه، بنبني وحش الحرب. ليه هيمول المشروع الجديد للزعيم. مكسب للكل. انت لازم تنظف المكان حاجة. انتباه الراجل ده هيتشك. الزعيم لو شافه هيتعصب. لازم أدخل المكتب ده. طيب الزعيم هيعمل إيه بفلوس مشروع لي ده؟ غبار المقبرة، كل الفلوس هم بيبنوا إيه؟ مباشرة لغبار المقبرة. كل ده عشان ليه؟ جربت منه حاجة؟ شوية عينات. الزعيم لسه بيحكم الوصفة، بس لسه منعشة. سمعت صوتي؟ على مهلي. ايه الحاجة اللي هتحتاج عجل بالحجم ده؟ هو فين؟ متأكد اني سبته. مفيش حاجة. يو، حد فيكم شاف مفك 3/16؟ انت منشار ترابيزه. ايه ده؟ اكيد تراب المقبره اثر. هو ايه ده؟ نوع من انواع الاجهزه. اكيد المكتب يمين. انا لازم اتحرك بحذر. البراميل دي شكلها مهم. الكاماكس، ليه حاسه اني عارفه الموضوع؟ جواها ايه؟ يا زعيم ما تقلقش، دي مش هيلاحظ. توم ستون. صح يا ريك، مش هياخد باله لأنها هتختفي. يوه، أنا قلت هحلها. عندك شوية جرأة يا ريك. تعال نشوف لو هتتكسر. يا دي خيبة الأمل.
ودلوقتي محتاج لحام جديد. ما ينفعش ارجع دلوقتي، لازم ادخل المكتب. هو كله يلا دلوقتي. نجحت. تصاميم عربية مدرعة، ده اللي بيصنعوه عشان ليه؟ بس ليه محتاجة عربية مدرعة؟ لازم في حاجة. طيب يلا بينا. أجهزة تحديد مواقع، يا ترى تومبستون محتاجها في إيه؟ تمام يا شباب، الوقت خلص، هاتوا حاجاتي من مكتبي. لازم أتحرك. ماشي، عايز أقولك ما تعمليش كده تاني، بس بما إني عارف إنك كده كده هتروحي، امسكي خدي من ده المرة الجاية. كويس، شكراً. أنت عارفة إن تومبستون مجنون ومش سهل خالص، صح؟ كلنا عندنا نقط ضعف، وبالنسبة لي إن اللي بتطبخه دلوقتي ريحته روعة. فراخ بالكاري، عايزة بس تستوي على الهادي. أتمنى من غير فطير. مش هتسيبيني أخلص ده كله لوحدي مش كده؟ لأ. كارثة الفطير العظيمة. أنا لسه مش مصدقة أنهم فضوا المبنى كله. عارف، وفي يناير برضو جيرانك بيكرهوني. أيوة، كانوا مبسوطين لما انفصلنا. أيوة. طيب خلينا نشوف اللي لقيته في مكتب ليه. ماشي، واضح أن ليه عنده مشاكل مع نورمان أوزبورن. أيوة، بس ليه؟ أنا لسه مش عارف، لكن خطوته اللي جاية شكلها هيبقى فيها ديفلز بريث ايا كانت. ايوه، وانا هحفر وراه. كنت بفكر هيحصل ايه لو تعاوننا. عايزه تكوني مساعدتي زي السبايدر جيرل، المراه اللي عنكبوت. مش رفيقه، شريكه. اوه، مش ممكن. ده نظام الجريمة بتاعك، الظاهر في اقتحام بيت تشارلز ستاندش. الاسم مش غريب. اوه، ده المدير المالي الأوسكورب. استنى، شايف ان ده ملوش علاقة بليه، صح؟ اسف اني طبخت وجريت. انت سبت لبسك على أرضية المطبخ؟ عايزني احطهم فين؟ بس حطيهم على الكنبة. اشوفك بعدين؟ ماشي. اهلا، ده انا. الكاري رائع. طيب احنا عارفين ايه عن تشارلز ستاندش؟ لما نشوف. هو مدير الشؤون الماليه في أوسكورب بقاله اكتر من 20 سنه. هو اعزب ومعروف باعماله الفنيه، ولو اخر دور في البيت ده ملكه يبقى غني جدا. لو كان ليه بيطرده يبقى هو ليه علاقه بديفلز بريث. هعمل بحث عن كل حاجه في الملف ده. قولي لي لو لقيتي اي حاجه. أعتقد إن ليبي خطط لحاجة أسوأ من مبنى البلدية. يبقى إحنا شركة دلوقتي؟ لأن الموضوع شكله كده. شركاء؟ ده كويس. تمام، سلام يا شريكي.